and it never happened. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو فيلم تنت، والتريلر اللي هنتفرج عليها النهاردة لأول مرة بالنسبة لي أنا شخصيا هي التريلر التانية للفيلم. الفيلم المتوقع إصداره يوم 17 يوليو 2020، وعلى حد علمي ده الفيلم الوحيد من الإصدارات الكبرى في 2020 اللي تاريخه ما تغيرش، اللي فضل زي ما هو، في دليل واضح على إن كريستوفر نولان كان عارف إن الكورونا هتخلص على يوم 16 يوليو العصر كده مثلا، في يوم 17 يوليو الناس تنزل السينما تلاقي فيلمه في وشهم على طول. مفيش جديد عرفناه عن الفيلم في الفترة دي الا تقريبا التقديم بتاعه على IMDb ده اتغير، معرفش اتغير امتى، ممكن يكون اتغير بعد التريلر الاول على طول يعني. وبتقول ان بطلنا بيخوض رحلة في عالم غامض من التجسس العالمي في مهمة لانقاذ العالم متسلحا بكلمة تنت. ودي قراءات سهلة جدا كنا نطلع بيها من التريلر الاولى اللي اصدرت من 5 شهور تقريبا وعملنا لها تريلر رياكشن لبطلنا اللي هو جون ديفيد واشنطن، اللي بينتقل لمهمة او بيتأهل لمهمة في عالم غريب شوية. وفعلا اللي بيعرفه على المهمة دي بيقول له انت محتاج كلمة واحدة بس اللي هي تنت، اللي هتفتح لك ابواب كتير صحيحة وعدد من الابواب الخاطئة. التريلر اصدرت امبارح بالليل كالعادة، انا ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel? No. Inversion. Name it and pull the trigger. You're shooting the bullet. You're catching it. Poor. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Duty transcends national interests. This is about survival. It seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. From here. Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. We need a tenant. We need to save them here and now. This reversing the flow of time wasn't us being here now. I mean, it never happened. You want to crash a plane, but not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. دي حاجة جميلة جدا جدا. النص الأول من التريلر إعادة تذكير باللي كان في التريلر الأولى، فكرة المهمة والتسلح بكلمة واحدة والأبواب الصح والأبواب الغلط والموضوع ده كله. في التريلر الأولانية النص التاني منها كان استعراض للعالم اللي الأحداث هتدور فيه أو للمهمة بتدور فيه
بدون تمهيد، بدون تقديم، بدون إعطاء أي شكل من أشكال المعلومات. كنا بنشوف شاشة عمليا مقسومة نصين، وفي بعض الأحيان فيها عنصر بيتحرك باتجاه وعنصر بيتحرك باتجاه تاني وبس. لكن في التريلر دي ممكن نكون خدنا فكرة أو فكرتين زيادة شوية عن إن اللي بيحصل في العالم ده هو شكل من أشكال التلاعب بالزمن. هل البطل بتاعنا خبير في ذلك بالفعل ولا بيتعرف عليه لأول مرة؟ مش عارف، أنا في النص الأولاني من التريلر حسيت إن هو خبير في ده، هو بتاع العالم ده، حاجة كده زي شخصية ليوناردو دي كابريو في إنسبشن. العالم بتاع الأحلام والتلاعب بيها ده ما كانش غريب عليه، ده كان خبير فيه بالفعل. ولكن بعد شوية ابتدت احس لا، هو بيتقدم للدنيا اكتر شويتين. المهم يعني هي شكلها مؤسسة او شركة او ناس عندهم مهارات خاصة في التلاعب بحاجة معينة، ولكن الموضوع بيتاخد درجة او درجتين لقدام مع الحرص على تصنيف الفيلم، وهو انه في قدر كبير من الاكشن. والافلام اللي تم تقديمها لكريستوفر نولان، دانكيرك، The Dark Knight، Inception، الحاجات اللي بيفكرونا بيها، حسيت بريحة حاجات منها في بعض العناصر من التريلر اللي تعالوا نخش في تفاصيلها واحنا بنفصص. مبدئيا عندنا اللقطة دي في البداية اللي من الواضح فيها ان حركة المية معكوسة، ولكن ما تبانش انها غير طبيعية، واعتقد ان ده هيلعب دور مهم في كل حاجة ليها دعوة بالفيلم. كل اللي عندي ليك هي كلمة واحدة، تنت. جزء الاكشن اللي بتكلم عنه، اعتقد ان الشخصية بتاعت جون ديفيد واشنطن حرس شخصي للشخصية بتاعت إليزابيث دبكي، أو يعني ليه علاقة بيها بس مش أكتر، لأن واضح إن هو ضرب لها الرجل اللي فتح لها باب العربية واقف مكوم في الأرض أهو. مش عارف، عشان أعمل اللي بعمله لازم يكون عندي فكرة عن التهديدات اللي أنا مقدم عليها. دي أعتقد برضو إنها جملة من التريلر الأولى، وأعتقد إن الهدف بتاعها هو تأكيد على إن الرجل ده مش غريب بالكامل عن طبيعة المهمات الغريبة بدورها. كمان مرة جملة من التريلر الأولانية، احنا بنحاول نمنع الحرب العالمية الثالثة. هنا نبتدي بقى الحاجات اللي ماشية بالعكس وهرش المخ من كريستوفر نولان. هنا بناخد انطباع تاني انه بيشتغل مع الشخصية النسائية بتاعت إليزابيث دباكي دي. عندك اهتمام بشخصية من روسيا، وهو بيقول كده طلع كينيث برانا، فأعتقد ان هو ده الشخصية اللي هما بيشيروا ليها. طريقة التقديم بتاعت الحاجات دي غريبة شوية يا جماعة، لأن أول مرة أو على حد علمي يعني من المرات القليلة جدا اللي بيتقدم فيها الأفلام السابقة لصانع العمل بلقطات او بصور من العمل نفسه. يعني احنا هنا بنقول The Dark Knight Trilogy، واللي ورا باتمان اللي ورا لقطات من The Dark Knight. واعتقد ان العنصر اللي احنا بنقترضه من Dark Knight في الفيلم ده هو العنصر بتاع الاكشن. نفس الموضوع مع Inception، نفس الموضوع مع Dunker. يبقى يبدو ان هو بيستعين بزميل سابق ليه، او يمكن تكون دي اول استعانة بيه، واللقطات اللي بنشوفها في الاول ديت لقطات متأخرة شوية في احداث الفيلم. وبيسأله انت عاوز تعرف ايه؟ فقال له احنا بنقدر نتواصل مع المستقبل. فبيسأله سفر في الزمن؟ قال له لا، انفيرجن، قلب للامور، عكس للامور. لقطتي المفضلة في التريلر بقى، انت ما بتضربش الرصاص يا عبد عزيز، انت بتلقفه. يبقى هو متفاجئ، يبقى هو لسه بيتعرف على الموضوع ده. وايه هو الموضوع ده اصلا؟ وايه البدلة الصيفي اللي هو لابسها دي؟ الحاجات دي بطلت من 85. انسبشن قوي اللقطة دي. مش فاهم ايه موضوع الماسكات المتكرر ده، ايه ان الناس لما بتخش في الناحية دي من العالم بيبقى استهلاك الاكسجين بتاعها بالعكس، فلازم يكون في امداد بشكل مختلف مثلا. يمكن دي تكون عملية الاختبار اللي كان بيشار ليها في الفيلم الاول، بان هو ما اعترفش على زمايله وبناء عليه ده اللي اهله للمهمة اللي هو فيها. كينيث برانا بيتكلم بلكنة روسي كده شوية، بيقول له عاوز تموت ازاي؟ فالتاني قال له عجوز. فالتاني قال له انت اخترت المهنة الغلط. يا جماعة، علشان املى في الفيديو انا قاعد بترجم لكم التريلر، يا فرحتكم بيا بصراحة. لقطة مصطفى قمر اهي، دي لقطة بالكامل من التريلر الاولى. دي لقطة قريبة قوي عندي انا مع دارك نايت رايزز، مشهد التفجير بتاع الستاد. فكرة الحشد الكبير قوي وطريقة التصوير الغريبة على السلوك، عجيب اصلا لكل الناس اللي قاعدة دي نايمة، وانفجار وبتاع. يعني زي ما بقول كده، حاسس ان الاقتراض الاكبر من ثلاثية The Dark Knight هو عنصر الاكشن. Reversing the flow of time،
عكس تدفق الزمن. المشهد اللي بعد عنوان الفيلم في التريلر ميجا مولة، عاوز يرتب لحادثة الطيارة على الأرض. من المرات القليلة اللي بشوف فيها مشهد بعد تتر الفيلم في تريلر لكريستوفر نولان ومن أهدافها الكوميديا. لا بس الصراحة انتوا خوفتوني من التريلر كتير، يعني معرفش، هي أكيد مش سهلة وأكيد اللي احنا قلناه دوت ممكن يطلع كله هبد وحاجات كتير منه تطلع مش موافقة، بس على الأقل واضح بالنسبة لنا دلوقتي إن في فيلن اللي هو الشخصية اللي بيجسدها كينيث براغ. القواعد بتاعة العالم الآخر ابتدينا ناخد منها بعض الإشارات، ما فهمناهاش بالكامل طبعا، ضحضنا تماما فكرة ان في سفر في الزمن، فهمنا التعاون بتاعنا شكله عامل ازاي، فهمنا ان احنا متسلحين بكلمة والكلمة دي هي سر الخطر اللي بيهدد العالم كله على بعض. وطبعا ده مش كافي، بس بصراحة من انطباعاتكم من امبارح لحد النهاردة انا خفت ان الموضوع يبقى اكبر من كده بشويتين ثلاثة. كل شيء يدعو للتفاؤل، واعتقد والله هتبقى مناسبة جميلة جدا لو عودتنا للسينما تبقى فيلم لكريستوفر نولان بالحجم ده، بالاستعراض دي من افلامه السابقة، بفريق تمثيلي بيجمع ما بين الناس الكبيرة كينيث برانا ومايكل كين، وما بين جيل الشباب اللي هياكل الاخضر واليابس واللي هو مش شباب قوي، يعني لسه في وراه جيل شباب تاني يعتبر اقوى منهم كمان. الصناعة الامريكية يا جماعة متألقة جدا على مستوى الموارد البشرية في مجال التمثيل، الذكورية والنسائية في جميع الفئات العمرية تقريبا. الموضوع جامد والموضوع يستحق الترقب بمنتهى الأمانة، وتريلر ورا تريلر الترقب بتاعي أنا بيتبني أكتر وبيكبر أكتر، بس على حد أدوات الترقب بتاعتنا في التريلر رياكشنز فيش أكتر من 10 من 10 طبعا. يهمني أعرف نظرياتكم في فيلم زي ده، إيه اللي ممكن تكونوا قريتوه، إيه اللي موافقيني فيه، إيه اللي مختلفين معايا فيه، ياريت تساهموا بكل ده في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو، وباي باي.